نحتاجوا دجاجه. انا عندي هاد الدجاجه خرجتها من الفريكو تذوب شويه ونكمل معكم بقيه ديال المراحل. ضروري خاص هاد الدجاج يكون عندكم يكون قديم شويه في الثلاجه، يعني ما يكونش جديد باش يطيب لكم دغيا في الفران. صافي، من بعد ما تطلق لينا غادي نجيب واحد الواطه تكون ضروري تكون كتسد، حيت مازال غادي ندخلوها الفران ندخلوها الثلاجه. غادي نحتاج واحد الحفينه ديال اليازير نقيوه. صافي، هو درناه هنا بعد ما حكيناه بين يدينا، راه كيعطي واحد الرائحه زوينه. غادي نضيفو ضامة الزعفران، غادي نضيف واحد شويه ديال الزعفران شعره، وغادي نضيف واحد ملعقه صغيره ديال عندي هادي ديال الخلطه ديال التوابل ديال الشاورما ديال الدجاج، غير معلقه صغيره. غادي نضيف واحد شويه ديال الثومه باودر، صافي. وغادي نزيد عليها هاد الخلطه، هاد الخلطه ديال الدجاج ضروري غادي نزيد عليها هنايا. الا ضفنا هاد الكيس ديال الدجاج راه فيه العطريه كامله، يعني ما غاديش نحتاجو نديرو العطريه الاخرى، فقط هذه. وهاد هاد الخلطه هذه راه فيها الكيس الحراري هو اللي غادي نديرو فيه الدجاجه ديالتنا. صافي، وغادي نزيدو عليه دانون طبيعي، هذا هو السر باش كيجينا الدجاج ديالنا فتي. صافي، نخلط الكل ونرجع معكم. ولا عندنا خليط على هذا الشكل، غادي نجيبو الدجاجه ديالتنا وغادي نرقدوها. ايا من بعد صافي، غندوز دابا نغطيها وندخلها الثلاجه حتى الصباح ونرجع معكم. الحاجه غادي ناخذ كاسرونه غادي ندير فيها المطي، غادي نزيد عليها واحد قنوره ديال الحوت. صافي، نديرها فوق النار حتى تغلي مزيان ونرجع معكم. من بعد ما غلى لينا هذاك الماء غادي نزيدو عليه الشعريه ديال الارز. ما غاديش نقدر نقول لكم الكميه شحال اللي تقدروا ديروا، الكميه كتبقى على حسب عدد الاشخاص. انا درت هنا 4 ديال الوحدات. غادي نخليها 3 ديال الدقائق وهي النار شاعله. علاش؟ حيت هذه غادي تستعملوها يعني شلاضه، يعني خاصها تكون طيبه، بالعكس ملي كنستعملوها في البريوات ولا في السلطات وداك الشيء غير كنخويو عليها الماء ونحيدو، ولكن هنا لا، انا حيت ما غاديش نعاودو نديرها في الفران شي حاجه، انا غادي نديروها على شكل ديال شلاضه، يعني خصنا نخليوها حتى ترطب مزيان، يعني نخليوها 3 دقائق فوق من النار. صافي، من دوز ديك 3 دقائق نصفيوها ونقطعوها ونخليوها على جنب. صافي، من بعد ما سلقات كلها غادي نجيب واحد البون فاش غادي نبقى فاش نخدم. غادي نزيد عليها المايس، بواطا ديال المايس، وغادي نخلي شويه باش نزوق. بواطا ديال المايس راه غسلتها مزيان وصفيتها، ضروري زدت عليها هنا واحد الخيزوه الحكاكه، الحكاكه الغليظه. وغادي نزيد عليها واحد الطون زيت، اي طون عندكم كتوفروا عليه. انا عندي هذا بالحامض. غادي نعصر واحد الحامضه او الخل شنو نتوما شنو بغيتو ديروا، انا غادي نعصر هاد الحامضه. غادي نضيف واحد شويه ديال البزار، الملح راه حنا درناه فاش كنا كنسلقو. وغادي نضيف زيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون. شفتوا الكميه اللي بغيتو ديروا على حسب شحال درتو ديال الشعريه ديال الارز. صافي، وغادي نزيد عليهم السوريمي، غادي نقطع ثلاثه وثلاثه، غادي نخليهم يتزين، نقطعهم هكا قطع صغيره، هذه اختياريه ولكن كيعطي واحد المذاق زوين هاد السلطه ديالتنا. راه عندي مثلج كنت دايره في الفريكو، كيما عليش غير شويه غادي تطلق، الاخر غادي نخليه حتى يتطلق عاد شي غادي نزوق فيه. صافي، ونخلط الكل مزيان ونرجع معاكم.
هي جات على هذا الشكل ممكن لك تشوفوا. ندوزو دابا نديروها في طبق التقديم ونخليوها تبرد حتى نوجدوا المرافق ديالها. صافي غادي نديرو هنا، غادي نزيد عليها واحد شويه المايس من الفوق، وغادي نزيد نقطع هذاك السوريني وهاك من الفوق. وضروري غادي ندير واحد الرشيشه ديال المعدنوس من الفوق على هكا ضروري. الصحه والراحه. ندوزو للطبق الثاني، غادي نجيبو داك الدجاج ديالنا من الثلاجه، بيتناه ليله كامله هذيك الشرموله اللي تقاسمت معاكم. غادي نزيد عليها واحد الحامضه نعصر هكا عليها من الفوق. غادي نزيد زيت الزيتون، غادي نزيد واحد شويه ديال الهريسه اختياريه، هذه غير اختياريه. هذا عندي هاد الهريسه راه ما حارش، فقط واحد شويه الحموضه واللون. الا بغيتو الثومه ديروها حاره، ديروها حاره راه كتجي احسن من هاد الشرموله، كتجي مزيانه. نزيد واحد شويه تقلي مع الماكينة. صافي شوفوا الداخل، داكشي واش داخل ولا الداخل. صافي راه الشرمولة داخلة مزيان، غنسدو ليه هاد الرجلين ديالها نرجعوهم كيف ما كانوا، نحاولو نوركو هنا. صافي نجيبو دوك الرجلين رجعوهم فين كانوا هكا. نجيبو اللاطا اللي غندخلوها للفران، نجيبو هذاك انا غادي نديرها في البيريكس، نجيبو هذيك الكيس الحراري، نجيب الجم، نجيب هذاك البيريكس ندير انا هنايا. هي عندي هذاك الكيس الحراري، هذا كيعاون كيبان لكم داك الدجاج عنده هادي باش كتسد. راه ديما كنوري لكم في الوصفه ديالي، هذا راه كيساعد داك الدجاج باش يتحمر مزيان، يتحمر من الله كاملين. صافي نزيد ندير الدجاجه ديالتنا هنا، نديرها هنا ونرجع معاكم. هذيك الشرموله اللي شاطت لينا غادي ناخذ بصله، غادي نقطع شرائح مدوره وغادي نديرها مع هذه الشرموله ونديرها تحت من الدجاجه باش تطيب. هذه اختياريه اللي كيبغي التغميره. صافي هنا من بعد ما كملتها غادي ندخلها الفران طيب لمده تقريبا ديال ساعه على نار تكون مهيله. انا درتها في الفران ديالكم. هو الدجاج ديالنا تحمر، طلق لنا واحد شويه الروه هنايا، راه زيتو درتو في كاسرونه، هو هنايا درتو الشربات. غادي نزيد عليه الشامبينيون راني غسلتو غسلتو مزيان، غادي نزيد عليه هاد المريقه. هاد الاختيار اللي بغا يديكو ديكو، اللي بغا يخلي غير هاد المريقه بوحدها يخليها، انا غنحط عليه الشامبينيون هنا مع هاد المريقه غنخليها هنا حتى تشرب. هي الدجاجه ديالتنا جات محمره، انتما كما كتشوفي كيفاش كتجي، راه كتجي رائعه بهاد الخلطه. ندوزو دابا نديروها في طبق التقديم ونرجع معاك. وهاد البصله اللي بقات هنايا غادي نهزو، غادي نزيدو عليه هاد الخليط اللي درنا هنا ديال الشامبينيون، نحركو الكل.
صافي، نعاودو نزيدو نشربو شويه ورجعنا.